السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نلتقي اليوم مع درس جديد في مكون علوم اللغة الموجه إلى تلاميذ المستوى الثانية بكالوريا مسلك الآداب والعلوم الإنسانية. عنوان الدرس هو النموذج العاملي. وقبل أن نتطرق إلى مختلف مراحل الدرس سنقرأ نص الانطلاق. عندما غادرت هامي البنك حاملا كمية من المال تكفيه للتغلب على مشكل الموسم الجاف لهذه السنة، أحس أن هناك من يتعقبه، وعندما انتهى إلى الطريق الطويلة تيقن تماما أنه في خطر، وأن حماره لن يستطيع الإفلات من هؤلاء الذين يترصدونه عن بعد. وقد انتهى به التفكير الطويل إلى المبيت عند أحد يعرفه، وفعلا اتجه إلى بيت الجلال يعرض عليه مشكلته ويطلب منه أن يقضي ليلته عنده. ورحب الجلالي به وفي نيته أن يفوز بالمال لنفسه. وعندما تقدم الليل أقفل الباب على التهامي وخرج ليبعد الحمار عن المنطقة حتى لا يترك أثرا لجريمته. ولما شاهد اللصوص رجلا يمتطي حمارا أقبلوا نحوه وقتلوه. وفي الصباح كان التهامي يقطع المسافة التي ستوصله إلى حقله وهو في مأمن من كل نص، والنص مأخوذ من مجموعة إبراهيم بعلو 50 أقصوصة في دقيقة بتصرف. إذن نص الانطلاق هو عبارة عن قصة تحكي عن رجل أخذ قسطا من المال من البنك، وكانت غايته أن يتغلب على مشكل الجفاف الذي يعاني منه، غير أنه في طريق العودة تحس أن هناك من يتعقبه ففكر في أن يبيت عند شخص يعرفه، وصرحت القصة بأن اسمه الجلالي، لكن هذا الأخير كانت نيته سيئة فقد أراد أن يستأثر بالمال لنفسه، ولذلك دبر حيلة انقلبت عليه بحيث إنه لما ذهب ليبعد حمار التهامي عن البيت حتى يخفي أثر جريمته المحتملة اعتقد اللصوص أنه هو صاحب المال فاعترضوه وقتلوه. وفي الصباح كما تنتهي القصة كان التهامي عائدا إلى حقله وهو في مأمن من كل لص. إذن من خلال هذه القصة سنحاول أولا أن نعرف المقصود بالقوة الفاعلة، ثم ما المقصود بالبنية العاملية، وسنعرج بعد ذلك إلى الحديث عن العلاقات التي تربط بين العوامل داخل البنية العاملية، وسنختم هذا الدرس بالحديث عن النموذج العاملي. إذن سنبدأ أولا بالحديث عن القوة الفاعلة، وسنبدأ بتعريف القوة الفاعلة. تلاحظون أن النص تضمن مجموعة من العناصر ساهمت في تنامي الأحداث، نذكر منها الشخصيات الآدمية، كالتهامي وهو الشخصية المحورية داخل القصة، والجلالي، واللصوص. ثم هناك العناصر غير العاقلة، كالحمار الذي اتخذه تهامي وسيلة لنقله. ثم هناك الأمكنة، المكان، كالطريق والبنك
والحقل وغير ذلك من الأمكنة التي وردت داخل القصة. ثم هناك جمادات وردت في النص لكنها ساهمت كذلك في تنامي الأحداث، نأخذ مثالا على ذلك المال وغيره من العناصر التي وردت داخل القصة. ثم هناك عناصر مجردة غير محسوسة قد تدخل في الجانب الوجداني وغير ذلك، إذن يمكن أن نسميها بالمعاني والتصورات المجردة. كالقلق الذي شعر به تهامي عندما أحس أن هناك من يتعقبه، القلق كالتفكير مثلا في الطريقة التي يمكن أن يتخلص بها من النصوص. ثم هناك النية السيئة المبيتة للجلال مثلا، النية السيئة للجلال وغير ذلك. إذن تلاحظون أن هذه العناصر هي عناصر ساهمت في تأثيث القصة وساهمت في تنامي الأحداث، وكل العناصر التي تساهم في تطور الأحداث وتناميها تسمى القوة الفاعلة. إذن من خلال ذلك نستنتج أن القوة الفاعلة هي كل عنصر يساهم في تطور الأحداث وتناميها، وأنها قد تكون القوة الفاعلة آدمية أو غير آدمية، أو جمادا أو معنى من المعاني المجردة. وتلاحظون أن هذا التعريف هو أشمل من مفهوم الشخصية الذي كنا نتعامل به سلفا، فالشخصية هي عنصر من العناصر المشكلة للقوة الفاعلة، ومفهوم القوة الفاعلة أعم. إذن بعد تعريف القوة الفاعلة سننتقل إلى الحديث عن البنية العاملية. ثانيا، البنية العاملية داخل النص. إذن سبق أن أشرنا إلى مفهوم القوة الفاعلة، وكل قوة فاعلة تؤدي مجموعة. إذن قلنا إن القوة الفاعلة هي كل العناصر المؤثرة في سير وتنامي الأحداث، وكل قوة فاعلة تؤدي ما يسمى بالأدوار، تؤدي أدوارا أو تسمى وظائف. هذه الأدوار أو الوظائف التي تؤديها القوى الفاعلة تسمى عوامل، وهي التي تشكل البنية العاملية. وقد حدد جوليان غريماس العوامل في 6 سنذكرها كالآتي. أولا العامل الذات، وهو
القوة الفاعلة المحورية داخل النص، أي هو الشخصية المحورية داخل النص، وهو في نص الانطلاق الذي رأينا آنفا هو تهامي، فهو العامل الذات. ثم هناك العامل الموضوع، ويعرف العامل الموضوع على أنه ما تتجه إليه رغبة الذات وتحاول تحقيقه، وهو في هذه الحالة التغلب من خلال النص، التغلب على مشكل الجفاف. ثم هناك العامل ما يسمى بالعامل المرسل، ويقصد بالعامل المرسل ما يحفز الذات ويدفعها من أجل بلوغ موضوعها، وهو في هذه الحالة المال الموجود في البنك، فهو الذي سيدفع تهامي العامل الذات، سيدفعه إلى أن يتغلب على مشكل الجفاف. ثم هناك ما يسمى بالعامل المرسل إليه، ويعرفه جوليان غريماس على أنه ما يحكم على الذات بأنها قد بلغت أو ستبلغ موضوعها. ومن خلال نص الانطلاق سنرى أن العامل المرسل إليه في هذا النص هو الوصول بأمان، نقصد وصول تهامي، الوصول بأمان إلى الحقل، فهو الذي سيمكنه من توظيف المال من أجل أن يتغلب على مشكل الجفاف. ثم العامل الخامس، إذن سنذكر أن هذه العوامل يقصد بها الأدوار أو الوظائف التي تقوم بها القوى الفاعلة. ثم هناك العامل المساعد، ويقصد به ما يؤازر الذات ويعينها، الذات أي العامل الذات، ويعينها على بلوغ موضوعها. ويمكن أن نأخذ من القصة التفكير الجيد للتهامي باعتباره عاملا مساعدا، فهو الذي قاده إلى أن يفكر في طريقة للتخلص من اللصوص. إذن التفكير الجيد هو عامل مساعد. ثم هناك المال كذلك هو عامل مساعد إلى آخره. العامل السادس هو العامل المعارض، ويقصد بالعامل المعارض ما يحول بين الذات وموضوعها ويعاكسها. ويمكن أن نأخذ على العامل من النص مثالا على العامل المعارض كاللصوص مثلا،
والنية السيئة، النية السيئة للجلال وغير ذلك، فهي عوامل تعارض رغبة الذات في بلوغ موضوعها والوصول إليه. بقي أن نشير هنا في هذا الجزء المخصص للبنية العاملية إلى أن الصراع بين الوسائل والحوائل أو العوامل المساعدة والمعارضة هو الذي يحدد طبيعة النهاية داخل القصة. فإذا كانت العوامل المساعدة قوية واستطاعت التغلب على العوامل المعارضة تكون النهاية سعيدة، وإذا كان العكس أي تغلبت العوامل المعارضة على العوامل المساعدة فإن النهاية تكون تعيسة. وسننتقل الآن إلى المحور الموالي من الدرس، وهو العلاقات بين العوامل. إذن قلنا سابقا إن القوة الفاعلة هي كل عنصر يساهم في تنامي الأحداث وتطورها، ثم هذه القوى الفاعلة تقوم بمجموعة من الأدوار والوظائف تسمى عوامل، وتنتظم هذه العوامل في ثلاثة أزواج وبين كل زوجين علاقة، وهو ما سنتحدث عنه الآن. إذن قلنا إن العوامل ست، هناك العامل الذات والعامل الموضوع، وهما ينتظمان في علاقة تتحدد من خلال الرغبة، علاقة الرغبة. ثم هناك العامل المرسل والعامل المرسل إليه، ويحددان علاقة التواصل أو الإرسال. ثم هناك العامل المساعد والعامل المعارض، ومن خلالهما تتحدد علاقة الصراع. إذن هذه الوظائف والعوامل التي تتحدد للقوى الفاعلة من خلال البنية العاملية تؤدي مجموعة من الوظائف، من بينها أنها تمكن القارئ من تنظيم أدوار ووظائف العوامل في شبكة تمكنه في النهاية من فهم عالم النص والقدرة على تأويله. وسننتقل الآن إلى المحور الأخير من الدرس، وهو النموذج العاملي. وسننتقل إلى المحور الأخير من الدرس وهو النموذج العاملي. إذن بعد أن تعرفنا على القوى الفاعلة وقلنا إن لهذه القوى الفاعلة أدوارا هي التي تسمى عوامل، وحاولنا أن نوضح العلاقات بين العوامل، سنجمع هذه المعطيات كلها، سنجمع هذه المعطيات في خطاطة تسمى النموذج العاملي. إذن النموذج العاملي هو خطاطة واصفة لأدوار العوامل، وسنحددها كالآتي. إذن قلنا إن العامل المحوري داخل البنية العاملية هو العامل الذات، وحددناه في القصة بتهامي، فهو العامل الذات داخل النص.
ثم هناك العامل الموضوع، وعرفناه العامل الموضوع وعرفناه بأنه ما تتجه إليه رغبة الذات، وقلنا إنه يمكن أن نقول إن التغلب على مشكل الجفاف هو العامل الموضوع لهذه القصة. ثم هناك العامل المرسل، العامل المرسل وعرفناه، عرفنا العامل المرسل بأنه ما يحفز الذات ويدفعها لكي تبلغ موضوعها، وقلنا إن العامل المرسل لهذه القصة يمكن أن نقول إنه المال الموجود في البنك. ثم هناك العامل، العامل المرسل إليه، وقد عرفه جوليان غريماس بأنه ما يحكم على الذات بأنها قد بلغت موضوعها، ويمكن أن ندرج الوصول بأمان إلى الحقل مع المال عاملا مرسلا إليه. ثم هناك العامل المساعد، العامل المساعد، وعرفنا العامل المساعد بأنه ما يؤازر الذات ويساعدها لكي تبلغ موضوعها، ويمكن أن ندرج في هذا السياق التفكير الجيد للتهامي من أجل أن يتملص من اللصوص ويتخلص منهم. ثم هناك العامل، العامل المعارض، وعرفناه بأنه ما يحول بين الذات وموضوعها، ويمكن أن ندرج في العامل المعارض اللصوص الذين حاولوا سرقة التهامي وقتله. ثم هناك النية السيئة لصديق تهامي الجلال. بعد ذلك لابد أن نربط في إطار هذه الخطاطة الواصفة لأدوار العوامل، لابد أن نربط حتى يكتمل النموذج العاملي، لابد أن نربط بين هذه العوامل. فنربط بين المرسل والموضوع والمرسل إليه، ثم نربط بين الذات والموضوع، ثم نربط بين العوامل المساعدة للذات والعوامل المعارضة لها. وكما قلنا في فقرة العلاقات بين العوامل، فبين كل زوجين من العوامل تتحدد علاقة، فبين الذات والموضوع هناك علاقة الرغبة، وبين المرسل والمرسل إليه هناك علاقة التواصل، وبين المساعد والمعارض تتحدد علاقة الصراع. إذن هذا هو النموذج العاملي، وهو صالح لقراءة أي نص حكائي، طبعا مع اختلاف تفاصيل، لكن الوظائف تبقى هي تلك الست الثابتة التي حددها كما أسلفنا سابقا جوليان غريماس. ثم هناك ملاحظة أخرى لابد أن نشير إليها في هذا السياق، وهو أن النص الواحد قد ينفتح على نماذج عاملية عدة. إذن
هذه قراءة قد تحتمل قراءات أخرى تتغير فيها بعض العوامل، تتغير فيها بعض أقصد القوى الفاعلة، لكن الوظائف أو العوامل أو الأدوار تبقى واحدة. وسننتقل الآن إلى مرحلة التطبيق. إذن في الحصة المقبلة إن شاء الله سنحاول أن نطبق النموذج العاملي على قصة دم ودخان لمبارك ربيع، وسنجري في بداية الحصة المقبلة إن شاء الله تصحيحا لهذا التمرين الذي يندرج ضمن الإعداد القبلي. إذن سيتم استثمار نص دم ودخان لمبارك ربيع من أجل أولا تحديد القوى الفاعلة، ثم وضع نموذج عاملي للقصة. وإلى ذلك الحين شكرا لكم.